تطبيق كلاب هاوس عامل قلبان على ايفون، اكيد انت سمعت عنه، بس هل متاح منه للاندرويد او في بدايل مثلا؟ وبالنسبه لحوار الاختراق اللي سمعنا عنه من كام يوم، ايه اللي حصل بالظبط؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والاخبار عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحه وتمام. خلال الكام شهر اللي فاتوا الدنيا مقلوبه على ايفون بسبب تطبيق جديد اسمه كلاب هاوس. ايه هو تطبيق كلاب هاوس؟ هو تطبيق غرف محادثات صوتيه، يعني بتدخل وبتتكلم بصوتك مع ناس بتسمعك، حاجه كده شبه المحادثات اللي بينك وبين صاحبك في ببجي، بس في معايير بتحكم الموضوع شويتين، زي مين يتكلم ومين لا، وان الكلام مش بيتسجل اصلا، يعني سمعته او ما سمعتوش اللي اتقال شكرا على كده. قبل ما نكمل ما تنساش تعمل لايك للفيديو من هنا، اشتراك في القناه من هنا او العكس على حسب لغه اليوتيوب اللي عندك، علشان يوصلك اخر اخبار التكنولوجيا والموبايلات والتطبيقات اول باول. شوف يا سيدي، احد اكبر الغلطات اللي بتتعمل في تاريخ التجاره هي انك تفتح شركتك باسم شركه تانية، وده لان شهرتك هتجيب شهرتها، ولو انت سمحت في حاجه زي كده فممكن الناس توصل لها اكتر ما توصلك، فهي تتشهر وانت تفضل محلك سر، زي اللي حصل في ازمه الواتساب مثلا، ان ايلون باي ماسك باشا نزل تويته وقال يوز سيجنال، ففي شركه طبيه بتحمل نفس الاسم سهمها نط نطه مرعبه لمجرد بس ان هي واخده نفس الاسم بتاع تطبيق سيجنال للتواصل. مستخدمي الاندرويد راحوا بقى للمتجر وعملوا سيرش او بحث عن اسم كلاب هاوس علشان يلاقوا بالفعل في تطبيقات بالاسم ده، لكن واحد من التطبيقات دي هو ورك ستيشن للناس او التيمز او الفرق اللي شغاله اونلاين، والتاني ليه علاقة بالمجالات الطبية إلى حد ما، واحد منهم اتعمل في 2016 والتاني اتعمل في 2019، يعني مالهمش علاقة بالموضوع أصلا، بينما التطبيق اللي بنتكلم عنه ده اللي هو عامل قلبان معمول في أوائل سنة 2020، يعني كل المحاولات دي كانت بلا نتيجة. الكلام ده معناه إن التطبيق هو بالفعل حاليا متاح للآيفون فقط ومتاح بالدعوة فقط، لكن من مواقع التقنية إن مؤسسي التطبيق نفسه شغالين حاليا على إطلاق نسخة للأندرويد. يعني إيه الكلام ده برضه؟ يعني مفيش أي نسخة منه متاحة للأندرويد، وجملة كده على الهامش إن مؤسسي التطبيق نفسه عملوه تقريبا في شهر مارس سنة 2020، لكن هم يعني ما كانوش متوقعين النجاح اللي بيحصل ده، خصوصا من بداية اصلا ما كانوا بيجمعوا تبرعات او بيجمعوا حملة علشان انشاء التطبيق، لان التطبيق رغم انه كان للايفون بس يعني مجتمع محدود شويتين، الا انه لاقى استحسان كبير جدا هم بيجمعوا له الحملة، ورغم انهم عملوا التطبيق في اول سنة 2020 والتطبيق فضل كام شهر يعني مش مشهور قوي، الا انه في نهاية السنة دي عمل البوم الكبيرة او اتشهر بشكل كبير جدا خصوصا في الوطن العربي. لا يأس مع الحياة مصطفى كامل، ويمكن ده السبب اللي خلى مستخدمين كتير الاندرويد بيدوروا على نسخه من التطبيق، فعلشان كده احنا عاملين الفيديو ده عشان نفهم الناس اللي بتتفرج على الحلقه دلوقتي الموضوع ماشي لحد فين. مفيش فايده سعد زغلول، لكن ازاي؟ الناس لما لقيت ان المتجر ما عليهوش اي تطبيق راحوا يدوروا على جوجل نفسه علشان يلاقوا فيه نسخه موجوده على موقع جيت هاب مكتوب عليها ان هي تطبيق غير رسمي، اللي عامله شخص من الصين وهو عامل نسخه غير رسميه بتدخل عليها وبتقدر تدخل على التطبيق من غير اي دعوات، بحيث انك تقدر تسمع وتتعامل بدون اي مشكله. وبينما الناس كانت بتحاول تحمل النسخه الغير رسميه دي كان هو بيستخدمها علشان يخترق التطبيق الرسمي ويسحب المحادثات الصوتيه منه، ونجح فعلا في حاجه زي كده رغم تاكيد المسؤولين ان التطبيق نفسه ما بيسجلهاش، وحاطين سيف جارد بيمنع اي تطبيق من تطبيقات الطرف الثالث من ان هي تعيد تشغيل او تسجيل اي محادثات صوتيه بتتم على التطبيق، وان الكلام مش بيتسجل اصلا، يعني سمعته او ما سمعتوش اللي اتقال شكرا على كده. واللي كشف الموضوع ان هو كتب بالصينيه المبسطه بينما التطبيق نفسه شغال او مكتوب بالصينيه التقليديه على حسب كلامهم يعني، وطبعا الشخص ده تم حظره، واي استخدام غير رسمي او غير مصرح بيه او غير معروف اكيد بيتم حظره. فالخلاصه يا اندرويداوي انه مفيش حاليا نسخه رسميه من التطبيق شغاله على الاندرويد، والمسؤولين او المطورين شغالين حاليا على اطلاق نسخه اندرويد في اسرع وقت، رغم ان في بدايل بتقوم بالمهمه الى حد ما لكنها من غير اي معايير خالص يعني سلطه بلدي، فبالتالي ما تروحش تحمل اي تطبيق واخد نفس الاسم لحد ما يكون التطبيق متاح بشكل رسمي للاندرويد، خصوصا انه يكون في تركيزات على الحمايه بعد اللي حصل ده. وبس كده، دي كانت الخلاصه. ما تنساش تعمل لايك للفيديو، اشتراك في القناه وتفعل الجرس، ولو عندك اي فكره او اي موضوع عايز تعرف اتعامل عنه اي تطبيق او اي موقع او اي حد جاب سيرته على الانترنت ولا تقدر تسيبهم لي في التعليقات ومش هتاخر عليك. نلقاكم على خير.